يعني خلينا نقول يا احمد ان المواجهات مع الفرق التونسية وصلت ل 41 مواجهة، في 15 مباراة، في 18 الاهلي حقق الفوز في 18 مباراة، وكان التعادل حاضرا في 15 مباراة، منهم 9 تعادلات سلبية، فيما هزم الاهلي 8 مباريات فقط. اكبر فوز في تاريخ لقاءات الاهلي بالاندية التونسية كان على حساب النجم الساحلي 6-2 في اياب نصف نهائي النسخة الماضية. الاهلي التقى بفرق تونس في مباريات النهائية 7 نهائيات مختلفة، بدأت في 2005 و2006 و2012 و2007 و2009 و2014 والنسخة الماضية 2007 وهذا ونسخة 2018. نجح نجوم النادي الاهلي في زيارة شباك الاندية التونسية 51 مرة، ابو تريكا الهداف التاريخي للقاءات بست اهداف، وليد ازارو 5 اهداف، الانجولي فلافيو امادو 4 اهداف. الاهلي استقبل في شباكه على مدار 41 مباراة 30 هدفا. مستقبل المرسى التونسي اول الفرق التونسية التي واجهت الاهلي 85 بهدف الخطيب التاريخي، وانتهت مواجهة الذهاب بفوز الاهلي بهدف دون رد، وفي الاياب الاهلي فاز برباعية نظيفة لو نفتكر محمد عامر الخطيب العرضة الخطيب الهدف التاريخي. الترجي التونسي كان اخر الفرق اللي واجهت الاهلي في النسخة الحالية من البطولة. التقى الفريقان في سمن النهائي ما يعرف بمرحلة المجموعات، انتهت المباراة الاولى بنتيجة التعادل السلبي والثانية فاز الاهلي بهدف دون رد. الترجي التونسي شيخ الاندية التونسية، هو اكثر الفرق التي التقت بالاهلي بواقع 18 مباراة، كان الفوز حليف الاهلي في 7 مباريات، وكان التعادل سيد الموقف في 8 مباريات، واكتفى الترجي بتحقيق 3 انتصارات فقط. الاهلي دائما يسعد جماهيره في استاد رادس. النجم الساحلي التقى بالاهلي في 11 مباراة، فاز الاهلي في 3 مباريات وكان التعادل في 5، فيما حقق النجم الساحلي في الفوز في 3 مباريات. بعد الترجي والنجم يأتي الصفاقس التونسي في المرتبة الثالثة بست مواجهات، انتهت منها 4 بفوز الاهلي وسيطر التعادل على نتيجة واحدة، والصفاقسي حقق فوزا وحيدا. 3 فرق التقت الاهلي في مواجهتين فقط، الافريقي التونسي بالكونفدرالية، وتبادل الفريقين الفوز في المباراتين، سجل الاهلي 3 اهداف وهو نفس عدد الاهداف التي سجلها الافريقي في مرمى الاهلي، ثم البنزرتي انتهت المباراة مع البنزرتي بالتعادل السلبي، وحقق الاهلي الفوز في الثانية بنتيجة 2-1. مستقبل المرسى كان له مواجهة واحدة بابطال الكؤوس نسخة 85، وكان من خلالها الفوز ذهابا بنتيجة 1-0 وايابا 4-0. دي ملخص لقاءات الاهلي مع كل الفرق التونسية، فماذا لديك من اخبار؟ الاعداد طبعا على كل الارقام والاحصائيات قبل لقاء الاهلي والترجي التونسي، لكن طبعا يعني على الرغم ان كعب الاهلي دايما اعلى من الفرق التونسيه وعلى تحديد الترجي التونسي، لكن مثل هذه المباريات زي ما حضرتك عارف لا تعترف بالارقام، لانه ده اللي اكده الجهاز الفني للنادي الاهلي لجميع اللاعبين، اهميه التركيز في المباراتين 180 دقيقه 90 في القاهره و90 في رابط، هو ده حلم النادي الاهلي للفوز والتتويج بهذه البطوله، البطوله الغاليه ان شاء الله تكون البطوله التاسعه للنادي الاهلي. خلينا نبدا، كان في مرام سري قوي وخطير للنادي الاهلي مستر كابتيرون، يعني ركز على بعض الجمل الفنيه والتكتيكيه في هذا المرام، يعني ركز على استغلال نقطه نقط ضعف الدفاع الترجي التونسي وحارس مرماه، كمان يعني كان في تعليمات بمدى اهميه وقوه هجوم النادي الاهلي، كمان جناحين فريقي الترجي التونسي حذر من الهجمات المرتده، ويعني كمان اكد على ضروره عدم يعني هو حذر من التمريرات خلف يعني خطي دفاعيه نادي الاهلي يمينا ويسارا سواء احمد فتحي او ايمن اشرف. كان في محاضره بالفيديو كمان يعني مساء اليوم في فندق اقامه النادي الاهلي للتركيز على نقاط القوه والضعف في الفريق الترجي التونسي. كان الجميل تواجد الكابتن محمود الخطيب في اللقطات اللي حضرتك انفردت بيها في مران النادي الاهلي وفي فندق اقامه النادي الاهلي ببرج العرب الاستقراريه منذ الامس. خلينا اقول ان الكابتن محمود الخطيب حريص ان هو يكون موجود في كل كبيره وصغيره تخص النادي الاهلي في فندق اقامته، يعني رغم حاله الارهاق اللي هو عليها، لكن الراجل بيتدخل في كل كبيره وصغيره، يحرص تماما على راحه نجوم ولاعبي النادي الاهلي. خلينا بعد اذنك يا استاذ احمد، هذه الصوره لا منفرد بها انا ولا زكريا ناصف، عشان تعرفوا ان البرنامج ده متشاف وبتحقق.
الزميل احمد رمضان المصور الصحفي في جريدة التحرير هو صاحب الانفراد وصاحب الصورة. برافو احمد رمضان. احمد رمضان المصور الصحفي وزميلنا المحترم هو صاحب الصفق وصاحب هذه الصورة نقلا عن التحرير. يعني احمد رمضان المصور الصحفي هو الذي صور هذه الصورة التي انتكرت كالنار في الهشيم وكانت حديث الساعة على كل المواقع وتنقلتها كل الوكالات. تفضل. جدع عبد الناصر. طبعا ده مهم لكابتن احمد الخطيب، وزي ما حضرتك قلت مدى قلقه وحرصه يعني على تحقيق نتيجه ايجابيه في لقاء اليوم امام الترجي التونسي. مجلس الاداره بالكامل يعني خليه نحل كله هيكون موجود في برج العرب الاسكندريه من اجل يعني كل هدف وكل حلم تحقيق نتيجه قويه تريح النادي الاهلي في مباراه العوده ان شاء الله الجمعه القادمه في تونس. زي ما ذكرت الجهاز الفني طالب اللاعبين بتحقيق اكبر نتيجه ممكنه. الجهاز الفني يعني طلب دفاع نادي الاهلي بالتركيز، لا مجال للاخطاء الدفاعيه، طالب بعدم دخول اي مرمى في النادي الاهلي، لان طبعا دخول هدف في مرمى النادي الاهلي يعني باكيد بيمثل صعوبه في مثل هذه اللقاءات. مستر كارتيرو نفسه اكد ان هو حلمه الفوز بهذه البطوله الافريقيه مع النادي الاهلي، سبق وان فاز بها مع مازيمبي، لكن هو حلمه لنفسه ويديه لجماهير النادي الاهلي هو الفوز بهذه البطوله الغاليه. ايضا حسام عاشور نجم النادي الاهلي في المؤتمر الصحفي قال ان المشاركه في نهائي البطوله ده شرف كبير لكل لاعبي النادي الاهلي، وان هو لاعبي النادي الاهلي يعني يعلموا مدى المسؤوليه الملقاه على عاتقهم يعني من اجل اسعاد الجماهير، واكد على ان في يعني حاله من الاخلاص وحاله من التفاني من اجل الفوز بهذه البطوله الغاليه. خليني اقول ان كان في جلسه لكبار النادي الاهلي في فندق اقامه لاعبي الفريق ببرج العرب بقياده حسام عاشور ووليد سليمان وشريف اكرامي واحمد فتحي، يعني مع كل اللعيبه ضروره يعني نادوا باقي اللعيبه بالفوز واسعاد الجماهير، يعني اكدوا على ضروره التركيز منذ بدايه اللقاء حتى نهايته. خلينا برضو نقول التشكيل المتوقع للنادي الاهلي وهو الاقرب لما نشوف بقى الاقرب ليك ولا الاستاذ خالد كامل. يلا نعمل مسابقه الاستاذ خالد. التشكيل مثالي وانا اتفق مع الاستاذ خالد كامل في التشكيل، مش هنختلف في اي اسم طبعا، انا ما اقدرش اختلف مع الاستاذ خالد كامل. لا العفو. لا 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 ذكرنا تاني يا ابو حميد اتفضل. خلينا نقول الاقرب في حراسه المرمى محمد الشناوي، خط الدفاع احمد فتحي يمين وايمن اشرف شمال، سعد سمير وكوليبالي في قلبي الدفاع، الوسط موجود حسام عاشور وعمر السوليه، امامهم ثلاثي وليد سليمان اسلام محارب واحمد حمودي، وفي الهجوم وليد افارو. ده التشكيل الاقرب للنادي الاهلي. خلينا نقول كمان التشكيل الاقرب لنادي الترجي التونسي من خلال متابعتنا، الاقرب يعني معاذ بن شريفيه لحراسه المرمى، خليل شمام، شمس الدين الزوادي، سامح الدربالي، حسين الربيع، كوليبالي، فرانك قم، غيلان الشعلالي، انيس البدري، يوسف البليلي، وطه الخميسي. وربما بعض التقارير التونسيه اكدت على احتماليه غياب ايمن بن محمد ظهير ايسر الترجي التونسي، وايضا هيثم الجويني مهاجم الترجي التونسي بسبب الاصابه، لكن خلينا نقول يعني موقفه من النهائي لم يتحدث حتى الان. التصريحات القادمه من نادي الترجي التونسي، يعني معين الشعباني المدير الفني للترجي اكد على صعوبه اللقاء وان هو يعلم جيدا لمدى قوه وخبرات لاعبي النادي الاهلي، لكن قال حظوظ الفريقين متساويه والاكثر هدوءا هو الذي سيفوز بهذه البطوله الغاليه. مجدي تراوري المدرب المساعد لنادي الترجي التونسي اكد ان هو درس الاهلي جيدا وقال ان النهائي ليه ظروف خاصه وحسابات مختلفه، وان الجهاز الفني بيتعامل مع النهائي من مباراتين على الفريق التركيز في كل مباراه على حده. ايضا علي مشاني لاعب الترجي وكابتن الفريق قال ان الفريق جاهز لمباراه النادي الاهلي، وان يعني ما حدش هيفتكر هزيمه رابس والمباريات الاخيره، وان الفريق الترجي التونسي قادر على الفوز في المباراتين. طبعا مباراه اعتقد هتكون صعبه داخل الملعب وخارجه على النادي الاهلي وعلى نادي الترجي التونسي، فريقين كبار. يعني تاكد جاهزيه احمد فتحي دايما انفرادنا بالامس ومشاركته في اللقاء، بينما تاكد غياب يعني هشام محمد لاعب وسط الفريق عن النهائي الافريقي بسبب يعني اصابته في العضله الاماميه، وبالتالي تاكد غيابه واستبعاده من قائمه الفريق. الاهلي هيكون بزيه التقليدي، فانيلا حمراء وشورت ابيض وشراب ابيض، لكن الترجي هيكون بالطاقم الازرق ده وفقا ما تم اعلانه في الاجتماع الفني اليوم.
زي ما حضرتك ذكرت طاقم التحكيم بقيادة الجزائري مهدي عبيد، ده هو اللي هيكون متواجد كحكم ساحة. خلينا نقول ان الكاس كان اختار 6 لعيبة او 6 حكام عفوا للتدريب على تقنية الفار اللي في القاهرة منذ ايام. السداسي كان الجزائري مهدي عبيد، والجنبي بكاري كسامة، والاثيوبي تملاك، والزامبي سيكوازي، والمصري جهاد جريشة، والجنوب افريقي جوميز. وتم طبعا جهاد جريشة اكيد بعيد عن اللقاء، لكن كان السداسي دول بيتدربوا على تقنية الفار التي من المفترض تطبيقها ذهابا وايابا في نهاية البطولة الافريقية. وكان القرار ان فعلا الجزائري مهدي عبيدي هو حكم الساحة للقاء، وزي ما حضرتك تفضلت وذكرت بكاري كسامة هو حكم الفار وحكم الفيديو. انا كان بالنسبة لي بس الغريب ان نادي الترجي التونسي هو الذي اعلن ان الحكم هو مهدي عبيد عبر موقعه الرسمي وقبل اعلان الكاس نفسه عن اختياره كحكم. لا لا، هو الكاف، لا لحظة بس، المعلومة الأكيدة، لأن خلينا ناخد المعلومة من 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 المحترم الأستاذ حمدي الحسيني بيتابعنا، وحمدي الحسيني طبعا حد من الإعلاميين الكبار جدا. قال لي الحكم الجزائري مهدي عبيد شارف أبلغ به الأهلي صباح اليوم. الخبر اللي نزل على موقع الترجي كان آخر النهار، فممكن يكون الاهلي احترم عدم الاعلان، لكن الترجي لما عرف اعلن. دي حاجة. الحاجة الثانية، بكاري جسامة سيكون مسؤول عن تقنية الفار، وده كلام مهم جدا، ولكن التضارب اللي حصل في تناول الناس ان بكاري جسامة، فانت حليت المشكلة دي، بشكرك على ده، انك انت قلت ان في 6 كانوا في القاهرة بيتدربوا على خاصية الفار، فتم تسريب معلومة بكاري جسامة من اعلاميين وليس من الكاف. يعني الناس لما كافت الستة لقيت اكثرهم شهرة مين؟ بكاري جسامة. فقال لك هو اللي هيحكم. يعني دي القصة بما يرضي الله يا احمد. اتفق مع حضرتك على الرواية تماما، وفعلا ربما قد يكون تم ابلاغ الناديين صباح اليوم، لكن الترجي التونسي كان اسبق بالاعلان ربما ذلك. طبعا حكم مهدي عبيد هو حكم من الحكام العظام، هو بالمناسبه مواليد 1980 وشارك في البطوله الافريقيه عام 2015 و2017، يعني سبق وقاد لنادي الاهلي مباراتين مع الوداد في الدار البيضاء، فاز الاهلي بهدف، وايضا في نفس الملعب الموسم الماضي لو حضرتك تتذكر خسر الاهلي بهدفين، وايضا قاد للاهلي مباراه مع الافريق التونسي في الكونفدراليه الافريقيه ربما هي الاشهر في تونس، انهزم الاهلي بهدفين مقابل هدف، وقام ساعتها وقتها الحكم الجزائري بطرد محمد هاني بمقرر دخوله في الشوط الثاني بعد تدخله مع لاعب الافريقي، قام الحكم بطرد الثنائي. يعني اعتقد تقنيه الفار اكيد هتكون عامل، وهو حكم سمعته حسنه ومن الحكام الجيدين بصراحه، ما فيش اي شك طبعا، ونتمنى له التوفيق. المباراه نتمناها ان شاء الله يعني تليق بالكره الافريقيه والكره العربيه. خلينا نقول ان الترجي التونسي ايضا الغى قبل الترجي التونسي حصلت محاضره النهارده ما بين الحكام على موضوع تقنيه الفار والتفاهم بينهم وبين بعض. ده حي بالفعل، يعني خلينا نقول ان تم عمل محاضره للجهاز الفني لنادي الاهلي واللاعبين، وايضا كذلك لنادي الترجي التونسي، يعني التاكيد على التطبيق لهذه التقنيه وكيفيه تطبيقها وكيفيه الاستفاده منها، واللي اكده جانب اعتقد يا احمد دي اول مره في بطوله افريقيا. دي المرة الأولى، دي المرة الأولى، واختاروا النهائي، وربما تكون بداية لأن تكون في الأدوار بدءا من المجموعات في النسخة القادمة. كلام منطقي وصحيح 100%. كابتن محمد يوسف اكد ان المحاضره كانت مفيده جدا وهتساعد النادي الاهلي كتير عن الاستفاده بهذه التقنيه وصالح الطرفين. ايضا مجدي تراوري المدرب المساعد بنادي الترجي التونسي عبر عن ارتياحه لتطبيق تقنيه الفار، وقال في المؤتمر الصحفي ده امر جيد وهيدي لكل فريق حقه في هذه البطوله، لان طبعا فريقين وصلوا للنهائي، وحضرتك عارف النادي الاهلي عانى كثيرا من هذه البطوله في النهائيات. نتمنى ما يكونش في اخطاء تحكيميه وكل فريق ياخد حقه ويكون الاقدر هو الفوز، الاقدر يكون هو الفائز بالبطوله. طبعا نفذت التذاكر يا احمد؟ خلينا نقول لا، لسه في بعض التذاكر سيستمر طرحها، لكن اعتقد عددها قليل جدا، حوالي 800 تذكره هم المتبقيين، وبالتالي استمرار بيع التذاكر بالاسكندريه حتى قبل اللقاء. في بعض التذاكر هتكون موجوده في اسكندريه صباح الجمعه، وايضا النادي الاهلي ما زال يحذر من التذاكر المزوره، يكون في جهاز كشف عن التذاكر المزوره في دخول الجماهير من اجل التاكد من ان التذاكر كلها يعني صحيحه 100%. كنت حابب برضه اكد ان نادي الترجي التونسي الغى مرانو
اليوم على ملعب المباراه، يعني حرصا من عدم ما يكونش في ضغط على اللعيبه، اكتسب التدريب بس على ملعب فندق. هو دايما وابدا بيبقى نوع من التنويه من الاخوه بتوع شمال افريقيا بيحبوا يعملوا ده، لانه بيدي انطباعات نفسيه يعني بتخلي في لغط اعلامي كبير يؤثر بالتوتر على المنافس من وجهه نظرهم. ولكن في النهايه انا عايز اشكر الاخوه في الترجي التونسي وجماهير الترجي التونسي الموجوده في القاهره، لان حضورهم اكثر من رائع ومشرف. واشكر النادي الاهلي على حسن الاستقبال اللي قاده سمير عدلي في المطار لفرقه الترجي وهم في بلدهم الثاني، واعتقد ان احنا مع الاخوه التوانسه بنعيش احلى فتره كرويه ممكنه بصراحه. اتفق تماما مع حضرتك، كان استقبال اكثر من رائع سواء لجماهير الترجي التونسي او حتى للبعثه الرسميه. عندك عدد معين للترجي احمد؟ عدد يعني اللعيبه ثلاثه؟ لا بالتوقع، عدد جماهير معين بالتوقع. هو اعتقد حوالي 1000 او يزيد عن ال 1000. 1500 حوالي تقريبا 1500، وتم تخصيص مدرج كامل ليهم. لكن بالنسبه للعيبه هم 23 لاعب من مدرسه الترجي التونسي اللي وصلوا اول امس على متن طائره خاصه الى ملعب المباراه برج العرب. حابب اقول برضه الاستاذ العامري فاروق نائب رئيس مجلس الاداره في النادي الاهلي، يعني على منشوره على الفيسبوك يعني اكد على ضروره ومسانده جمهور النادي الاهلي للعيبه، وده هيكون الحافز الاكبر لتحقيق نتيجه ايجابيه، وطالبهم بالتشجيع المثالي ويعني اظهار الصوره المشرفه كعاده جماهير النادي الاهلي في مثل هذه المواقف. اعتقد المباراه تكون مهمه. على كمان خالد مرتجي كان ليه تويت على صفحته على ما اعتقد. بالظبط، كنت لسه اقول المهندس خالد مرتجي اكد على هذا الامر تماما، ويعني طالب الجميع بالدعاء قبل هذا اللقاء. اعتقد مباراه مهمه جدا للنادي الاهلي، الكل يدعو للفوز وتحقيق نتيجه ايجابيه تريح النادي الاهلي في مباراه العوده. مؤمن زكريا لاعب النادي الاهلي اكد على حضوره لملعب برج العرب لمسانده الفريق، كذلك نجوم الاهلي القدامى يعني هيكونوا متواجدين في ملعب المباراه امام الترجي، زي ما الاساتذه والاستاذ ضياء دندش واستاذ خالد كامل قال، كل لاعبي النادي الاهلي وصلت لهم صور الجماهير وسواء حوالين الاسكندريه وما خلاف ذلك، كل الصور يعني كانت يعني اكثر تحفيزا ليهم للتاكيد على ضروره تحقيق نتيجه كويسه ان شاء الله وجيده تفيد وتريح النادي الاهلي في مباراه العوده ان شاء الله في تونس الجمعه القادمه. اشكرك احمد على كل هذه المعلومات، وكان لابد ان احنا نديك وقتك الليله ليلتك، وبكره ان شاء الله اتمنى جهد كبير لان احنا عاملين تغطيه، انا اتمنى ان تكون مثاليه ومتابعه لكل المؤتمرات الصحفيه صوتا وصوره باذن الله مع فريق الاعداد، ونقدر نقدم للناس ما بعد المباراه متابعه جيده مع النجم الكبير محمد عمر والنجم الكبير ضياء السيد.